مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور، حلقه جديده وضيف جديد. وضيفنا اليوم هو الاعلامي الرياضي سي محمد بلعودي. سي محمد، مرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافه. شكرا لك على قبول الدعوه. نورتي بلاطو انفاس سبور. شكرا، بارك الله فيك. سي بلعودي، كيف شفتي اليوم غادي نخصوا الحديث على اخر مستجدات البطوله الاحترافيه، وكتشوف كيفاش المدربين الاجانب في البطوله استعصى اليوم لحد الان تحقيق تبان اللمسه ديالهم في البطوله على غير الوداد، الرجاء، نقدروا نقولوا حتى الجيش الملكي؟ في نظرك كيفاش نقدروا نفسروا هذا الامر؟ علاش مازال اللمسه ديال المدرب الاجنبي ما بانتش في البطوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بان هذه نقاش اللي هو سنوات وسنوات حنا كنتكلموا عليه، يعني المدرب الاجنبي اشنو كيضيف لكرة القدم الوطنيه. للاسف الا جينا ندير واحد الجرد ونديروا النسبه ديال استفاده كرة القدم الوطنيه من المدرب الاجنبي غتكون حاصله اللي هي ضعيفه، لان اغلب المدربين الاجانب اللي جاوا قليل فيهم اللي استطاع انه يحقق يعني انجازات او نتائج ايجابيه مع الانديه. الى استثنينا مثلا في السنه الماضيه زيمباور مع فريق رجاء رياضي، نصر الدين نبي مع الجيش الملكي اللي هو دار باركور في المستوى، زفين البلجيكي مع الجيش كذلك كأس العرش. يعني في السنوات، كنتكلم على السنوات الأخيرة، باقي المدربين مع باقي الأندية ما كانش يعني نتائج اللي إيجابية، بدليل أنهم كلهم ربما تمت الإقالة ديالهم قبل النهاية ديال الموسم. البداية ديال الموسم الحالي شفتوا بأن إقالة ديال ربعة ديال المدرب الأجانب مع البداية. علاش؟ أولا لأن ما كتكونش الخبرة في الدوري الاحترافي، كيتطلب وقت، ثم كيجي لواحد الفريق اللي خصو واحد العمل كبير. معنى الوضع اللي عاشته الانديه مع البدايه ديال الموسم، كثره النزاعات، كاين الانديه اللي ما استطاعتش ان تاهل اللاعبين ديالها منذ الدوره الاولى، كاين يعني الموارد الماليه ما كايناش، ربما ظروف الشغل حتى هي ما كايناش. المدرب المغربي يقدر يشتغل في هذه الظروف لانه ولف هذه المشاكل وعاشها كلاعب، يعني مجموعه من الاطر المغربيه اللي هما كانوا لاعبين سابقين عاشوا يعني هذه الظروف مشابهه، ويقدروا يتاقلموا مع هاد الاشياء وفاهمينها، وربما حتى العلاقه مع اللاعبين كنسميو كنقولوا داك الكورون كيدوز بالزربه. بخلاف المدرب الاجنبي كيكون مولف في واحد الوضع، ربما مثلا المدرب اللي جا للجيش الملكي تشيسلاف كان مدرب ديال المنتخب، معنا ظروف الاشتغال كانت ظروف يعني متوفره، ملي غيجي مثلا الجيش واخا كاينه ظروف، ولكن كاين اختلاف، وكاين اختلاف حتى في العقليات، اختلاف ديال اللغه، فبزاف الحواجز ما كتخليكش من يعني الوهله الاولى انك يعني تقوم بالعمل ديالك كما ينبغي. اي مدرب اجنبي غيجي للدوري الاحترافي، خصوصا الا جا اول مره، نتكلم مثلا على سابينتو، على تشيسلاف، على غيرهم من المدرب الكرواتي ديال المغرب التطواني اللي تمت الاقاله ديالو، فكلهم كيحتاجوا واحد الوقت باش يفهموا الدوري الاحترافي، باش يعرفوا الطبيعه ديال العقليه ديال اللاعب المغربي، باش يعني يتاقلموا، يعرفوا الانديه اللي غيواجهوها، الطريقه ديال اللعب ديالها. بالتالي هذه الاشياء كامله بالنسبه للمدرب المغربي ما غيحتاجهاش، يعني غادي تعينوا اليوم، غدا عارف راسو لعب مثلا مع اسفي ولا لعب مع المغرب فاسي، ولا كيعرف الطريقه، كيعرف اللاعبين اللي عنده، كيعرف ربما دوك اللاعبين سبق ليه يدربهم في انديه اخرى، بمعنى كيعرف القيمه ديالهم، المستوى ديالهم. فهذا بالنسبه ليا هو علاش يعني المدرب الاجنبي باقي ما نجحش، وهذا علاش يعني المسير المغربي خصو يبدل العقليه. الاستثناء بالنسبه لي انا هو الحاله ديال فريق الوداد الرياضي، لان غيروا الجلد ديالو يعني الفريق ككل، تقريبا 21 تعاقد وجميع اللاعبين مشاو مع بعض الاستثناءات، بالتالي كان خص وقت. كنظن المكونه خدا الوقت الكافي، لان الا حسبتي المكونه 8 ديال المباريات مع يعني دوري التمييز ربما 4 ديال المباريات، زدتي على المباريات الوديه غتلقى تقريبا واحد 12 ولا 14 مباراه كافيه باش انك تفرض الفكر ديالك او انك توصل الفكر ديالك للاعبين باش يطبقوه في ارضيه الملعب. سي بلعودي، فهمت من كلامك ان الاولويه اللي غادي يفهم الفرق المغربيه ويفهم الاجواء ديال التنافس داخل البطوله الاحترافيه هو الاطار الوطني، الاولويه دائما تبقى الاطار الوطني. اكيد، لان دابا نعطيو مثال، حيدنا المدرب ديال الدفاع الحسني الجديدي، شكون جا من مورا؟ زكريا عبو، لان ما بقاش هامش الخطا، ما بقاش. حيدنا كذلك مدرب ديال المغرب التطواني، شكون جا من مورا؟ عزيز العامري. وهذا الشيء كيتعاود، يعني حتى في المواسم الماضيه ملي كيكون مدرب اجنبي كيتقال عاد كنفكروا في المدرب يعني الوطني. هو العكس هو اللي خصو يكون، هو اللي تعطى الفرصه للمدرب الوطني، لانه غادي يربح الوقت، ولانه غادي اليوم غنشوفوا بان البصمه ديال زكريا عبو مع الدفاع الحسن الجديد غادي تبان، لانه كيعرف هذوك اللاعبين،
كانوا عنده مثلا في الاداره التقنيه ملي كان مدرب ديال المنتخب الوطني الاقل من 20 سنه مجموعه من اللاعبين دازوا معاه وكيعرف اللاعبين اللي كيلعبوا في الانديه، كيعرف الطبيعه ديال الانديه، كيعرف كيفاش يقرا الانديه، بزاف الاشياء اللي غادي يعني غادي تعاون زكريا يعبو في العمل ديالو. بالتالي الاطار الوطني كاين، هو خصو من جهه المدربين المغاربه يشتغلوا يبحثوا يطوروا المستوى ديالهم، ومن جهه اخرى خص المسير حتى هو يثق في المدرب، وماشي غير يثق، يثق ويوفر ليه الظروف. احيانا كنجيبوا مدرب اجنبي كنعطيو واحد الراتب كبير، ملي كنجيبوا مدرب يكون ابن الفريق ولا كيكون مدرب مغربي كنبداو ديك اللغه ديال التعاون معانا والظروف وكذا، وهنا كانت الازدواجيه في التعامل حتى هي من الاشياء اللي ما كتعطيش المدرب المغربي القيمه ديالو. انا كنظن بان لي تشامبيونز ليغ اللي داتهم الوداد داتهم على شكون مدربين اللي هما مغاربه، لا السي حسين عموته لا سي وليد الكراكي، الانجاز ديال سي وليد الكراكي مع المنتخب الوطني، جمال سلامي، بالتالي كاين مدرب مغاربه اللي في المستوى، هادو راه ما جاوش ولاو سميتهم سلامي وعموته، حتى هما راه خداو مراحل، راه درجوا مع مجموعه من الانديه، لعبوا مع مجموعه من الانديه، جمال سلامي اخر تجربه كانت الرجاء كانت ناجحه، عموته كذلك، وليد الكراكي، بالتالي اللي ما تقناش في الاطر الوطنيه وما عطيناهمش مجال الاشتغال دائما غادي تبقى هذه العقده ديال المدرب الوطني ضعيف ولا الاجنبي احسن منه. ملي كنجيبوا الاجنبي كيفاش العاد كنبداو نفكروا في الوطن. يمكن كنتمنوا سي بالعودي ان هذه الازدواجيه في التعاون ما تبقاش، والمسير المغربي يثق اكثر في الاطار الوطني المغربي. نتمنى سي بالعودي، واش كتشوف ان اغلبيه هذه الاطر الاجنبيه كيكون عندهم البعض منهم كيكون عندهم رفض انهم يستعنوا باطقم مغربيه في الاطر الوطنيه المغربيه في الاطقم ديالهم، باش كتفسر هذا الامر؟ مع انك قلتي ان الاطار المغربي غادي كيساعد بزاف فهم عقليه اللاعب المغربي في الاجواء المنافسه في البطوله، علاش كيكون رفض الاستئانه بالاطار المغربي في الطاقم ديال المدرب الاجنبي؟ هو كتكون مساله ديال 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 الثقه، لان اي مدرب كيكون عنده واحد الطاقم اللي كيشتغل معه، غير كاين المدرب اللي كيكون فاسح المجال بمعنى باغي واحد اطار مغربي يكون معاه باش يعاونو ويعرفوا على الانديه، يعرفوا على طبيعه يعني يربح الوقت من خلال هذاك الاطار الوطني. وكاين اللي كيكون منغلق على راسه بحال المدرب اللي شفنا ديال فريق الرجاء الرياضي، شفنا الجناني دار ثلاثه ديال المباريات، ثلاثه ديال النتائج اللي هي ايجابيه، ثلاثه ديال الانتصارات، بالتالي كان المفروض انه يستعين بالخدمات ديالو باش يربح الوقت وباش يخلي الاستمراريه غدا داخل فريق الرجاء الرياضي في الخط التصاعدي الايجابي. فاذا به كيتحيد المعيد البدني، كيتحيد يعني الجناني، كيجيب الطاقم ديالو اللي كيشتغل معاه، وبالتالي النتيجه هزيمه وجوج ديال التعادل، يعني كنا في خط تصاعدي رجعنا لواحد الخط ديال النتائج اللي هي غير مرضيه. بالتالي يعني هذه المساله هي فيها جوج الاشياء، اولا المكتب المسير خص تكون عنده الشخصيه ويفرض الى عنده قناعه بان هذا الاطار الوطني ولا هذا المعد البدني حنا كنثقوا فيه وعارفين العمل ديالو غينجحنا، خصنا نحاولوا نقنعوا هذا المدرب. ومن جهه اخرى عاوتاني المدرب هو اللي غادي تحاسب على النتائج، بالتالي خصك توفر ليه. الا درتي شي حاجه في الصطاف هو ما ردش عليه يقول لك انت اللي كتحمل المسؤوليه ماشي انا، لانني انا حنا شفنا العام اللي فات يعني زيمبابوي والطاقم اللي هو اجنبي وحقق نتائج ايجابيه، هذه ماشي قاعده عامه غير هي كنقولوا حنا يعني فردا هذا المدرب والطاقم اللي مع اجنبي كله تقال، شكون غادي يكون مثلا شكون اللي غيكمل؟ لو مثلا الحاله ديال زفيكو اللي كان مع فريق الرجاء لو ما كانش الجناني كان غيكون فراغ، وبالتالي عاد غنبداو نقلبوا على شكون هو اللي غيعوض فيكم من القدماء ديال فريق الرجاء الرياضي. لحسن الحظ ان الرجاء كان الجناني هو المدرب المساعد، وبالتالي كمل العمل مع اللاعبين وحقق ثلاثه ديال النتائج ايجابيه، ثلاثه ديال الانتصارات، يعني فريق الرجاء الرياضي خرج من الدوامه ديال النتائج وعاود رجع لها باش بهاد الاختيارات، يعني اختيارات تعطيك اضافه وكاين اختيارات اللي يعني ما تعطيكش اضافه وتخليك تدخل الدوامه ديال النتائج السلبيه. دابا حتى الاجهزه المكاتب المسيره اللي عندك تكون بين نارين، يعني الا كانت النتائج سلبيه غادي يبقى انتم اللي فرضتوا عليا هذاك الاطار، في جميع الحالات هما بين نارين كيف قلتي في كلامك. هي شوف كتبقى مساله ديال الاختيارات، وعاوتاني من يختار حتى هي راه مهمه، واش المسؤول ولا المسير هو اللي عنده الاحقيه باش انه يختار الاطار التقني اللي غادي يشرف على الفريق، اولا الاداره الرياضيه، لان احنا دائما كنتكلموا كنقول خص الهيكله
ولكن الأندية عندنا ما كتآمنش بالهيكل. إلا آمنت بها كتآمن بها هيكلة صورية، لأن بعض الأندية دايرين مدير رياضي ولكن ما كيقومش بالمهام ديالو كما ينبغي. كتلقى المسير هو اللي كيقوم بالمهام ديالو، وهو داك المدير الرياضي عنده الاسم والصفة، ولكن اللي كيمارس المهام ديال المدير الرياضي، اختيار اللاعبين، اختيار المدرب يعني الطاقم، هو الرئيس او ما ولا واحد من اعضاء المسير. وهذا هو اشكاليه كبيره اللي مخليه يعني الدوري الاحترافي يعيش في الدوامه ديال الليتيج، لان الدوامه ديال الليتيج جات من هذه المساله ديال الاختيارات ديال اللاعبين. كتلقى جبتي واحد البدايه ديال الموسم واحد 14 15 لاعب، وفي نهايه الموسم ما كيعطيوش الاضافه، خصك تخلص منهم، فإذا بهم كيوليو ملفات ديال النزاعات، لأنك ما عندكش الإمكانية باش أنك تخلصهم، باش أنك تفسخ العقود ديالهم. بالتالي كتقول لهم يمشيو للجامعة ولا العصبة الاحترافية، كيوليو مضطرين أنهم يمشيو لجنة النزاعات باش يدافعوا على الحقوق ديالهم. وهذا هو اللي خلى الميزانية ديال النزاعات وصلت ل 40 مليار، يعني بقينا غاديين في هذا الكميل ديال 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 النزاعات حتى وصلنا ل 40 مليار. عاد بغينا نداركو، ربما دارت قوانين اللي هي مهمه، منها عدم رفع المنع حتى تخلص لي ليتيج وداك الشيء، هذه قوانين اللي هي مهمه، ولكن مازال خاص نشتغلوا على اشياء اخرى باش نخرجوا من هذه الدوامه ديال لي ليتيج. سي بالوادي واش ما كتشوفش معايا ان التنافس على البطوله خدا واحد المنحة اخر؟ يعني ظهور فرق اللي كانت واحد الوقيته كتراهن غير على البقاء، دابا تتحقق نتائج جيده وغاديه في نسق تصاعدي، والفرق الكبرى يعني كنشوفوا ان كتعاني من تعثر في النتائج. كيفاش نقدروا نفسروا هذا الشيء؟ هو مؤشر بان الدوري الاحترافي في الموسم الحالي مستوى ضعيف، ولا نقولوا الانطلاقه ديالو مستوى ضعيف، لان حسابيا الفريق البطل في الخمس دورات الاولى على الاقل خص تكون عنده 12 نقطه. الا درتي حسابيا جميع الفرق، لا الجيش الملكي، لا نهضه بركان، لا الرجاء الرياضي، لا الوداد، وهي الفرق الاربعه المرشحه دائما للمنافسه على اللقب، ما كانوش واصلين لهذا المعدل ديال النقاط. يلا اليوم نهضه بركان رجعات النسق ديال الانتصارات ولات في يعني في الصداره ب 17 نقطه. كنظن بان هذا كيعطي مؤشر بان الانديه القويه باقا ما واجداش باش تنافس على اللقب، وبالتالي يعني حتى دابا ملي كتشوفي يعني الطابلو باقي مخربق. انا بغينا نقولوا حسنيه اكادير كاينه مع الانديه المقدمه، نهضه الزمامره، يعني انديه اللي حتى واحد ما مراهن انها اتحاد طنجه يلا بدات يعني جوج الهزائم كانت في الصداره يعني بوحدها محققين انتصارات، بالتالي باقي ما كاينش واحد الصوره واضحه اللي تعطي. حيت من قبل كنا كنعرفوا هادو انديه ديال الصداره هما يعني في المقدمه، والانديه ديال اسفل الترتيب معروفين، الانديه ديال يعني الوسط حتى الساعه باقي ما بانش شنو هو هذا. وكنظن بان يعني من بعد الدور 10 عاد غنبداو نشوفوا يعني شنو هي الانديه اللي قدرات انها يعني تكون فريق تنافسي، وقدرات انها توقف النزيف ديال اهدار النقاط. لان باش تكون فريق بطل ما يمكنش مباريات سهله تنهزم فيها اولا ما تحصلش فيها على ثلاثه ديال النقاط. ممكن تنهزم في المباريات الكبيره او دير نتائج ماشي هي هذيك، تعادل مثلا في المباريات الكبيره امام الجيش، الوداد، الرجاء والانديه. اما ملي كتكون انت بفريق اولا في صفه بطل وكتنافس فريق يعني من اسفل الترتيب، فملزم عليك انك تحقق نتيجه ايجابيه الا بغيتي تنافس على اللقب. سي بالعودي من مور دابا حنا قرابين نكملوا الثلث الاول من البطوله، كيفاش كتوقع مستوى التنافس من القدام؟ لا هو الدوري الاحترافي غادي وغادي يعني المباريات ولا المستوى غادي كيرتفع، لان مجموعه من الانديه كانوا اللاعبين ديالهم ما مأهلينش، تأهلوا ربما كاين اللي تأهلوا حتى للدوره ثلاثه، كاين اللي تأهلوا حتى للدوره اربعه، كاين بعض اللاعبين اللي باقي عندهم اصابات ما بانوش، كاين الانديه باقي ما خداوش الريتم ديالهم، كاين يعني هذا التباين في النتائج، امثله ديال الوداد، ديال الرجاء، ديال الجيش الملكي اللي هما غينافسوا على اللقب، بالتالي باقي ما كاينش واحد الاستقرار وما كاينش واحد الرؤيه واضحه. انا كنظن بعد يعني الجوله العشره غايد الفريق الوحيد اللي ربما كيبان بانه عازم هو نهضه بركان، المنافسه على اللقب، التركيبه البشريه اللي عنده، النتائج اللي كيحقق حاليا، خص غير الاستمراريه، لان نهضه بركان دائما كان في كل موسم كنقولوا هو اللي غادي ينافس، اللي ريكوريتمون اللي عنده بكذا هو اللي غادي ينافس على اللقب، وبالتالي كيحقق نتائج اللي ما كتكونش مرضيه وكيبتعد على المنافسه على اللقب. جوج الانديه اللي كانوا الموسم الماضي الرجاء والوداد، عفوا الرجاء والجيش، مازال كيقلبوا على يعني الايقاع وكيقلبوا على ان يلقاو راسهم باش يرجعوا للمستوى اللي كانوا فيه. فعلا الموسم اللي فات كان موسم رائع، وهذيك المنافسه اللي كانت بين الرجاء الرياضي والجيش وبقات حتى الدور الاخير. كان موسم استثنائي، لان باش فريق الرجاء الرياضي يدي لقب بدون هزيمه
ويدي معاه لقب ديال كاس العرش على حساب الجيش الملكي اللي كان منافس وكل شيء كان كيكون بين الجيش الملكي هو اللي غيدي اللقب. فكان موسم استثنائي بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي. ممكن تمنوا نعيشوا عاود هذا الموسم هذا؟ تمنى ما بغيناش بجوج، بغينا باربعه ولا بخمسه ديال الانديه باش تكون منافسه وتكون منافسه قويه وتكون تشويق. كل ما كان عدد الانديه كبير في المنافسه على اللقب كل ما كان يعني تشويق وجيد حتى للتسويق ديال الصوره ديال كره القدم الوطنيه ديال نسيب العودي. اكيد ملي كتكون المنافسه كتكون المتابعه، ومن كتكون المتابعه بالتالي راه كيكون يعني المستوى ديال الدوري الاحترافي كيرتفع. حنا الحمد لله غير ملي رجعوا للجمهور المدرجات راه امر اللي هو ايجابي، لان شفنا الخمس جولات الاولى يعني شفنا مباريات بائسه، مباريات ميته باللغه ديال الكره لان ما فيها حتى شي حاجه. مي الحمد لله ملي رجع الجمهور على الاقل كتحس كاينه حيويه، كاينه احتفالات، اللاعبين كيحتفلوا مع الجماهير، كاينه فرحه نهائيه ديال المباراه بالنسبه للفريق اللي كتفوز، كاينه احتجاجات على التحكيم ولا على القرارات. هذه هي الفرجه، يعني ما كدير واحد سبيكتاكل كديروا للجمهور. ما يمكنش تدخل فرقه للمسرح وغتادي بلا 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 جمهور، وكذلك الملعب ما يمكنش يكونوا اللاعبين وتكون المنافسه لمن راه الجمهور، راه الكره مديوره باش اللعابه كيستافدوا لان عندهم عقود احترافيه، مي الجمهور كيدخل باش انه يتفرج في داك السبيكتاكل. الا غتلعب مباراه بلا سبيكتاكل معناها حتى اللاعب نفسيا ما غيكونش مرتاح باش انه يقدم داكشي، لان داكشي اللي كيقدموا للجمهور باش يشجعوه باش يصفقوا عليه باش بزاف الاشياء باش يهضروا عليه وسائل الاعلام. مني ما كتكونش هاد الاشياء مباراه كتكون جد عاديه، واخا يكونوا انديه كبيره كدوز مباراه في مستوى عادي جدا بلا طعم. سي بالعودي كيف كيقولوا سي بالعودي، شكرا على حضورك معنا. مرحبا. شكرا على ما قدمتي لينا اليوم. مرحبا. وكنت جد سعيده بالاستضافه ديالك سي بالعودي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا ليك، ونتمنى نستضيفك مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا، راه الاشاره. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.